تسمية الأبناء بأسماء سيد الشهداء بأسماء أبي الفضل بأسماء شهداء كربلاء. كان هنالك أحد الشعراء، هذه القضية وإن كانت ترتبط بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولكن عموما إحياء ذكر أهل البيت بأي طريقة. أنا ما أريد أذكر بعض الأسماء فوق المنبر، لماذا واحد يسمي أبناءه بأسماء أعداء الله مثل بعض الأسماء اللي متداولة مع الأسف بيننا كثيرا، أسماء أعداء الله؟ لماذا يسمي أسماء أبنائه وبناته بأسماء حيادية ولا أمثل، يعني لا تدل لا على الخير ولا على الشر، لا ترتبط لا بأعداء الله ولا بأولياء الله؟ واحد يسمي أسماء أولاده بأسماء أولياء الله. كان هنالك شاعر معروف، ولعله لا يخلو مجلس أو قل أن يخلو مجلس من مجالس سيد الشهداء صلوات الله عليه دون أن تذكر أشعاره، أشعاره جدا موفقة. وهذا الشاعر توفي قبل حوالي 120 عام، واسمه الشيخ محمد نصار، معروف. هذا من شدة حبه لأمير المؤمنين وعلاقته بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، سمى جميع أولاده بعلي، كلهم، الأول علي، الثاني علي، الثالث علي، كلهم سماهم بعلي. وفي بالي أن هنالك حديث عن سيد الشهداء صلوات الله عليه: لو ولد لي 100 ولد لأحببت أن أسميهم بعلي. هذا إحياء، إحياء ذكر أمير المؤمنين، إحياء ذكر سيد الشهداء، إحياء ذكر الإمام المهدي صلوات الله عليه.